اللغة التي يتحدثون بها هي اللغة العربية. وهناك لهجات تنتشر في عمان، وكم تحاكم أهل التفسير إلى لغة أهل عمان عند تفسيرهم كتاب الله تعالى، عند تفسيرهم لكتاب الله تعالى. ومن ذلك أن المفسرين عندما يصلون إلى قول الله تعالى إذ جعل ربك تحت كسرية، هذا خطاب عندما ولدت مريم العذراء بعيسى ابن مريم واتهمت بالسوء، فنوديت إذ جعل ربك تحت كسرية. قال المفسرون وفي قراءة وفي لغة أهل عمان إذ جعل ربك تحت كسرية، هذه التي تسمى الكشكشة، يقلبون الكاف شينا. وهذا إلى يومنا هذا نتحدث به نحن العمانيون، يقولون للمرأة، يقولون للرجل كتابك، والمرأة يقولون لها كتابش أو قلمش، قلم. فإذا إذ جعل ربك تحت شسرية هي قراءة غير متواترة، لكنها على لغة عمان، أهل عمان. قالوا ولما نزل من القرآن على لغة أهل عمان أن الله قال وزوجناهم بحور عين، وزوجناهم بحور عين. قالوا هذه على لغة أهل عمان، دخلت الباء على الحور، وإلا فالمعنى يتم لو كان القول وزوجناهم حورا عينا. إنما ورد هذه الآية على لغة أهل عمان فأضيفت الباء فكانت الآية وزوجناهم بحور عين. وقالوا وقالوا في قوله تعالى فأخذتهم الصاعقة، ليست الصاعقة المعهودة، إنما جاء بها على لغة أهل عمان. فالصاعقة هنا بمعنى الموت على لغة أهل عمان، وليست الصاعقة صاعقة البرق. ومما ورد على لغة أهل عمان إني أراني أعصر خمرا، هذان السمينان اللذان يتحاوران مع يوسف عليه السلام، ذلك قال ما شاهده في منامه، ولا قال إني أراني أعصر خمرا. قيل وعلى لغة أهل عمان في رواية أو في قراءة إني أراني أعصر عنبا، قيل هذا على لغة أهل عمان، فإن العمانيين يسمون العنب خمرا، ذلك أن الخمر تصنع من عنب أو من تمر. ولا زالت في بعض المناطق، لا زالت بعض المناطق في عمان تستخدم عبارة نجلس تحت الخمرة، أي نجلس تحت شجرة العنب. وهناك شواهد كثيرة من لغة أهل عمان التي تحاكم إليها المفسرون.